كنا باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رحاب هذا الحفل الذي سننظمه كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين. اكتفاء بالمعتقلة السياسية والمعتقلين السياسيين المفرج عنها والمفرج عنهم وذلك تحت شعار نضال مستمر من أجل مغرب خال من الاعتقال السياسي. اسمحوا لي أولا أن أعبر للمعتقلة والمعتقلين المفرج عنها وعنهم عن أزكى عبارات التهاني لاسترجاعها واسترجاعهم حريتهم التي تعرضت للسلب من طرف الدولة المخزنية بسبب أنشطتهم النضالية والفكرية والتعبير عن أرائهم وفتحهم لواقع الفساد والاستبداد في بلادنا. فهنيئا لكم على معانقتكم الحرية ومعانقة أهلكم وأصدقائكم ورفاقكم بعد معاناة وعذابات الاعتقال والتشهير والسجون. إن هذه الفرحة اليوم ما كان لها أن تتم وما كنا لنعانق ونستقبل في أحضان مقرنا هذا لولا تضافر وتكامل الجهود بفضل صمودكم وثباتكم وكذلك صمود وثبات أهلكم والجهود المتواصلة للحركة الحقوقية والديمقراطية وكافة القوى الحية في بلادنا وفي الخارج والضغط الدولي الذي خلقته ومارسته على كامل المستويات والذي يجب علينا جميعا أن نعمل على تقويته واستمراره حتى انتزاع الحرية لباقي المعتقلين السياسيين ومعتقل الرأي ونشطاء الحركات الاجتماعية وإسقاط التهم والأحكام على الجميع وهو ما لن يتحقق إلا في إطار دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. إن الشعار الذي تم اختياره لهذا الحفل ليترجم الإدراك العميق للهيئات المنظمة وتتقاسمه كافة الهيئات المناضلة كذلك ببلادنا بضرورة تمتين وحدة الفعل النضالي بين مكونات الحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية وكل القوى الحية ببلادنا لمواجهة حالة الجزر التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان والعمل على تحديد واختيار الأولويات والتركيز عليها. وحدة تتوجه إلى الفعل الجماعي كفعل يروم تجميع القوى والمبادرات وتحسين المكتسبات وتوسيع مجالاتها وتثمين ما تمت مراكمته حتى الآن على صعيد تجارب التشبيك من تنسيقيات واختلافات وأنسجة. وعلى رأس هذه الأولويات النضال من أجل دولة ديمقراطية دولة حقوق الإنسان القائمة على أنقاض دولة الاستبداد والقهر والظلم. السجون المغربية لا زالت مليئة بمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين والمظلومين وضحايا الأحكام الجائرة إذ أن في آخر تحديث للائحة المعتقلين السياسيين من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نجد أن هناك ما لا يقل عن 104 معتقلة ومعتقلين يتوزعون كالتالي: المعتقلون السياسيون ممن تبقى من معتقلي حراك الريف، معتقل الرأي والتعبير من الصحفيين والمدونين ونشطاء الفضاء الاجتماعي والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعددهم 64، المعتقلون السياسيون المدافع عن حقوق الإنسان من الصحراويين وعددهم 20، المعتقلون السياسيون من تبقى من مجموعة بالعيش وعددهم 6، مجموعة من المتابعين والمحكومين بسبب مناهضتهم للتطبيع ودعمهم للمقاومة الفلسطينية وعددهم على الأقل 14 دون المفرج عنهم 3، دون الحديث عن المختطفين مجهول المصير والذي ما زالت لائحتهم لدى الجمعية تضم 75 اسما ما زلنا حتى الآن ليست لنا معطيات حولهم. كذلك العديد من المتابعين في حالة صراح مؤقت والنشطاء الذين تم استدعائهم والاستماع لهم من طرف الشرطة القضائية دون أن يتم بعد تحديد مآلهم دون أن ننسى ما يعانوه المغتربين في بلاد المهجر من تضييق وكذلك عدم قدرتهم للدخول المغرب نظرا للمتابعات والملفات التي تنتظرهم. صحيح أن الظرفية الإقليمية والدولية المتسمة بالتغول الرأسمالي الإمبريالي وصعود حكومات وحركات عنصرية واليوفاشية في الغرب يشجع ويساعد الدولة على تنفذ التزاماتها والعودة بشكل واضح إلى ممارستها السلطوية وتشديد قبضتها على المجتمع والانتقام من كل التعبيرات والأصوات المخالفة والمنتقدة لاختياراتها وسياساتها في مختلف المجالات والعصب مجموعة من المكتسبات، إلا أن الأصوات المنتفضة في هذا الغرب والصحوة الشبابية والمقاومة التي تقودها الحركات الديمقراطية في أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا بالخصوص تفتح المستقبل على إمكانيات واعدة للفعل في موازين القوى إضافة إلى السخط المتزايد للفئات الواسعة المتضررة من الشعب المغربي والإجماع والتابعة الحاصلة بفضل القضية الفلسطينية. علينا أن نكون في الموعد وعاشت الحركة الحقوقية متضامنة ومتآزرة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.